أيها الأحرار في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كالعادة لما بتتابع برنامج مصر النهاردة ربما بتعرف الحاجات قبلها، يعني بشوية وبتوصلك تحليلات لكن بتعرف قبلها ومن غير مقدمات طويلة وأمثلة. أنا طلعت هنا من يومين قلت لك إن السيسي بيجهز لزيارة المينيا وتحديدا ملاوي. أنا من يومين قلت الكلام ده على فكرة، وكان مفروض على فكرة الزيارة دي تتم قبل كده، لكن زيارة رئيس كازاخستان أجلت الموضوع شوية. وقلت لك هنا ان الدنيا مقلوبة في المنيا والجو متكهرب جدا قبل الزيارة دي بكتير جدا، وقلت لك ان الفنادق قفلت، المنيا بقت بلد متكهربة قبلها، ما فيش مكان لغريب قبل اي حاجة. يعني واضح ان انتوا راضيين ومبسوطين من العيشة في مصر، لكن يبدو ان انتوا مش واخدين بالكم. يعني قبل اي حاجة، هل تتخيل ان في حد مصري حي لو سئل السؤال ده هيكون راضي؟ انت لو سألوك دلوقتي هل انت راضي عن الحياة وعيشتك في مصر؟ ده سؤال ليك انت. السؤال التاني ليك انت برضو، هل تعتقد ان في شخص في مصر عاقل بالغ راشد عنده دين لو سئل السؤال ده هيكون راضي؟ ليه بقولك كده؟ عزيزي المشاهد لمصر النهاردة، امسك اعصابك. مدبولي الاستطلاعات التي قامت بها الحكومة كشفت زيادة نسبة الرضا لدى المواطنين. الاستطلاع كان ايه؟ عبارة عن ايه؟ شارك برأيك في اداء الحكومة، راضي ولا غير راضي؟ فقالك احنا لما عملنا مصطفى مدبولي الرجل الكبير كبارة في السن، الرجل اللي هيروح يقابل ربنا، الناس دي هتولع لما لقى الحيطة قدامه سد مش هيقف قدام القطر، لكنه عايز يبقى موجود. فين التاريخه لعياله اللي احنا شفناهم بقى اسمائهم في العزة، وهتلاقوا اسمه ابنه الأشهر أشرف رشاد عثمان. بيشتغل ايه؟ نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وايه كمان؟ عضو مجلس النواب. وحزب مستقبل الوطن ده هو اللي بيستولي على كل حاجة. مش بس كده، أشرف رشاد هو اللي بيتولى نائب رئيس الحزب رسمي، يعني وصفته الصحف بأنه فتى المخابرات الحربية الجديد. قصة صعود فتى المخابرات كده. الأصوات الثلاثة حقوقي وسياسي وأكاديمي، كلهم مش طيار إسلامي، كلهم مش بره مصر، ده كلهم جوه مصر، بيقولوا للسيسي بكل شياكة كفاية، انت خدت فرصتك كما لم يأخذها أحد من قبلك، فلوس، مفيش معارضة، تأييد دولي، شعب بلع جزمة وساكت. السؤال بقى، هل ممكن السيسي يسمع كلام حد من عينة جورج إسحاق في ملف زي المعتقلين؟ لأنه في الآخر هذا الرجل شايف نفسه صح. الله يخرب بيتك يا سيسي، تطلع على ظهرك يا سيسي، يا اللي ضيقت علينا العيشة وخليت حياتنا ضنك. لكن السيسي شايف غير كده خالص، وشايف ان المواطنين عندهم وعي كبير ومتحملين صعوبة المعيشة والأسعار الجنونية اللي حولت حياتهم إلى جحيم خلال الشهور الأخيرة دي، خصوصا انه طالع عليها النهاردة يقول والمصحف ما احنا السبب، البلاء اللي انتوا فيه ده والمصحف ما احنا السبب. لكن السيسي ولا حكومته ولا سامعين الناس ولا شايفين دول، للأسف عشان هم مشغولين بسبوبة الفراخ البرازيلي المجمدة، هتدخل لهم كم مليون أو كم مليار في كروشهم، وتطلع تعليمات جهاز السامسونج لكل المواقع بالحديث عن حلاوة وطعامة وجمال الفراخ البرازيلي. إدارة الطب البيطري مش محمد ناصر ولا حضرة الضابط أبو نكلة، يخرب بيت الضابط، يخرب بيت ولا حضرة الضابط، ما ينفعش، لازم دكتور بيطري. يا عمي متدين مش متدين مش فارقة معاه، إنما ده راجل عارف شغلته، دارس القصة دي. فتطلع لجنة من وزارة إدارة الطب البيطري تروح تعدي على مصانع، على شركات بتشتغل القصة دي، وتخش تشوف بقى التلاجات بتاعتهم، الدبح بتاعهم، الارضيات، كل حاجه. هي مش الفكره انك انت لقيت مصنع بيدبح، لا ده مش القصه كده. ما ينفعش نسال الحكومه ونحاسبها، دي جريمه تستدعي التوبه والاستغفار، زي ما قال كده حنف ابو دقه الجبالي. حنف ابو دقه لما النواب اتنشطوا شويه بتعليمات من الامن الوطني في محاسبه الوزراء، قال لهم حنف ابو دقه الراجل اللي رايح يماين ويقبل اقدام بشر شار الأسد، هذا الرجل العار على القضاء المصري جاي يقول للوزراء للنواب توبوا إلى الله في رمضان عن اللي عملتوه في الحكومة. عايز تاني؟ ده اللي زيك لو ربنا كان أراد له بس إنه يبقى في نعمة كان زمانك النهاردة دخلت تاريخ مصر من أوسع أبوابه، لكن لأنك مفلس فما وراكش غير القصة دي، الإرهاب، الاستقرار، العدو. والحقيقة إنك أنت العدو، أنت العدو للمصريين، أنت العدو اللي بتعمله. على فكرة مش أنا اللي قلت الكلام ده، أنت فكرك ال 15 20 واحد اللي قاعدين قدامك دول بالعافية وبالكرابيج، اللي متاخدة بطاقتهم من أسبوعين ثلاثة، اللي الواحد فيهم لو يتنفس نفس زيادة مش هيروح بيته أصلا، أنت مصدق دول؟ لا انسى دول. تسأل المنيوية اللي انت كنت عندهم النهاردة، يا جدعان الدولة دي السمنة المفرطة تمنع من التقديم لحج القرعة في هذا العام،
طبعا ما قالش مفرطة ولا قال مجحفة، هو قال السمنة، يعني الست اللي تخينة شوية ما تخش القرعة، الراجل اللي مليان سنة ما يخش القرعة. مش عايز اتكلم على اهل بيتك يعني، ما توزن مراتك.